صباح الخير، اليوم دا أسوي مشروب بارد وطيب وصحي. عندي هنا كوب حليب بارد، عندي هنا موزاية مجمدة قطعتها، ممكن تستبدلوها بفراولة، بلوبيري، أي شيء أنتو موجود عندكم من الفواكه المجففة والمجمدة. عندي هنا كاكاو، هذا السادة تقريبا ملعقة كوب، وعندي هنا النسكافة سريعة الذوبان همين كوب واحد. عندي ثلج، وللتحلية حسب اللي انتو حابيه، تريدون شكر، انا هنا استخدمت الميبل سيرب، راح استخدمه كلش طعمه طيب، او ممكن عسل او اي شيء انتو حابين تحلي حسب الرغبة، لذلك قلت صحي، فاللي ما يحبه حلو ممكن يخلي كمية قليلة. فهنا اللي عنده الخلاط، محضرة الطعام، اي شيء، مجرد نخلي هذولا الشغلات مع بعضهم، سهل وسهل حتى للأولاد، وشوية من وراح أخلي شوية، وبعدين تقريبا صاروا اوكي نجي شكله. هنا وراها يصير هيجي، يصير بيه ثخن، راح اخليه بهذا الجار وشوف شلون نقدمه. خليته هنا، راح ابدي ممكن هيجي وتسدوه، او ممكن نخلي له مارشميلو اذا دا نستخدمه للجهال او يحبون هذه الشغلات. وهاي وهيجي ممكن نخلي له صوص كراميل هنا، ممكن نحليه بالكراميل حسب الرغبه. عافيه.